بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بما ان النهارده مفيش ماتشات، فتعالوا بقى نتكلم باستفاضه على قصه غزال الحكيم زياش. القرار اللي بالنسبه لي واحد من اغبى القرارات اللي حكيم زياش اتخذها الفتره الاخيره، وهي قرار الاعتزال عن تمثيل المنتخب المغربي اثناء تواجد وحيد خليلزوتش. لان كلنا عارفين ان الازمه بين حكيم زياش وحيد خليلزوتش خلاص وصلت لمراحل متقدمه جدا، وان الموضوع بقى واضح ان حكيم زياش مش هيكون موجود مع وحيد خليلزوتش. بس الازمه عزيزي ان حكيم زياش ما عرفش يكون ذكي في الصراع مع وحيد خليلزوتش، لان اولا كده في حاجات في الاساسيات لازم ترجع ليها دايما. طول ما انت عندك مشاكل ارجع للاساسيات، شوف الاساسيات بتقول ايه. اساسيات عالم كره القدم ما ينفعش تقف مع لعيب ضد مدير فني، وبالذات لو كان في منتخب، لان انت في منتخب غير نادي. لو انت لاعب مؤثر في نادي هتتباع وهيجي غيرك، انما انت في منتخب هيتم عدم استدعائك وهيجي مليون غيرك، مش واحد غيرك، لان انت بتتكلم على 30 لاعب في منتخب وطني زي منتخب المغرب، فيه لعيبه كتير جدا مستنيه دورها يجي عم حكيم. ففكره انك تخش في مشاكل مع وحيد خليلزوتش وتستنى كل كلمه تتسمع عنك علشان خاطر تاخد رد فعل وتعمل تصريحات واحنا بنرد على بعض، دي كانت مشكله كبيره. فين البيئة المحيطة اللي كانت جنب حكيم زياش وهي بتقول له ان اللي انت بتعمله ده غباء، انت بتختار توقيت غبي علشان ترد على وحيد خليلزوتش فيه. المنتخب المغربي بيعاني والناس كلها حرفيا بتقطع لحم المنتخب المغربي، وانت واحد من كباتن الفرقة تطلع تعمل كده؟ يعني انت تطلع تعمل كده؟ تشارك معاهم؟ يعني الناس كلها بتتكلم على مصطفى حاجي والسمساره والعمولات ومشاكل المغرب كتير وبلا بلا 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 بلا، تطلع انت واحد من كباتن الفرقه تقول لا انا مش جاي المنتخب طول ما في واحد خرزتش؟ ما كانش قرار عاقل خالص، يعني ما كانش قرار مقبول ان هو يتقال من لعيب مفترض ان هو قائد من كباتن الفرقه. بدا يطلع كلام على ياسين بونو من اول امبارح، وان الراجل مش عايز ياسين بونو وياسين بونو مستواه، وكلام كتير جدا بدا يطلع. بس انا دلوقتي بتكلم على حكيم زياش، لاعب كان عندك مشاكل مع تشيلسي الفتره الاخيره، لاعب توماس توخيل ما كانش مقتنع بيك، لاعب كان الاصابات وسوء التوفيق كان عالي عندك، لاعب اتقال عليك ان انت غير منتظم، واتقال عليك ان انت بتبوظ سلوكيات المجموعه. مفروض انك بتحاول تثبت عكس اللي اتقال. ايه بقى تحاول تثبت عكس اللي اتقال؟ تحاول تلتزم مع تشيلسي علشان خاطر تلحق تاخد مكان وتثبت للناس ان وحيد خليلزوتش ما عرفش ان هو يقدرك فنيا. ده حصل؟ ده حصل. حكيم زياش بدا يدي اداء كويس؟ حصل. بس حكيم زياش بدا يتراجع مستواه؟ لا لسه ما حصلش، لان الموضوع انك تتكلم على تراجع مستوى او ارتفاع مستوى الموضوع بدري قوي انك تتكلم على ماتش او ماتشين وتقول مستواه عالي وبعد كده مستواه نزل، والكلام ده مبالغ فيه شويه. هل حكيم زياش وجوده في المنتخب المغربي مهم للمجموعه؟ طبعا مهم لفرديات حكيم زياش. هل عدم وجود حكيم زياش في منتخب المغرب هيقلل من قوه منتخب المغرب؟ لا، هنرجع للقاعده الاولى وهي ان في لعيبه كتيره جدا مستنيه دور هيجي، فانت كحكيم هتكون مؤثر بس مش بالدرجه اللي انت متخيلها. لو تم اختيار عناصر صح لمنتخب المغرب وتم بناء نظام صحيح لمنتخب المغرب مع وحيد خليلزوتش والنظام نجح، انت هتكون من المنسيين والناس كلها هتنساك والناس كلها هتنسى فكره ان انت مش موجود في المنتخب المغربي. حمد الله مزراوي، بص يا جماعه، مفيش مدرب بيكون عنده مشكله مع لعيب شخصيا، مفيش مدرب بيكون كاره لعيب شخصيا، مفيش مدرب عارف ان اللعيب هيكسبه ومش هيلعب بيه، بس في حاجه اسمها لعيب عامل زي التفاحه الفاسده اللي ممكن تدمر لك مجموعه. وحكيم زياش وحيد خليلزوتش حطه في الحته دي، انه عن حكيم تفاحه فاسده. حكيم مش مجتهد، حكيم مش بيتمرن، حكيم بيحاول ياثر على المجموعه بالسلب، وهو الراجل كان شايف كده. هو الراجل دي مبررات اللي طلع عليها. هو طلع قال كده، تثبت له بقى العكس. انما انت جاي في توقيت الناس كلها زي ما قلنا بتقطع لحم المنتخب، وانت تنط معاهم تقول خدوني معاكم او وحيد انا مش جاي. رد فعل وطبيعي وانت بني ادم وطبيعي دمك اتحرق وطبيعي تلاقي ان ناس بتتكلم عليك وان انت مش بتمثل منتخب المغرب وان انت واحد اتنين تلاته، بس ردك ما بيكونش بره الملعب، ردك بيكون جوه الملعب. غير ان انت عارف كويس قوي ان في ضغوطات بتتم ممارستها على وحيد خليلزوتش علشان ترجع المنتخب. يعني انت عارف ان في ورا الكواليس ضغوط كتير على وحيد خليلزوتش ان هو يرجعك للمنتخب، ومشاكلكم قربت تتحل. انت طالع في وقت غريب تقول انا مش عايز، هيقول للناس ايه؟ انا كنت على حق، حكيم زياش كان عايز يدمر المجموعه، حكيم زياش لو تم فوز المنتخب المغربي على منتخب الكونغو وده ان شاء الله المتوقع هيبقى شكلك هيطلع يقول لك انا كنت صح.
هيطلع يقول انا كنت صح لما جبتش حكيم زياش، حكيم زياش في عز مشاكلي قرر ان هو قطع في المنتخب المغربي وقرر ان هو يتخلى عن المنتخب المغربي، هيتقال عنك كده وكل ده هيتقال، وصدقني ان الجمهور وقتها مش هيرحم، والجمهور وقتها مش هيطبطب ولا هيقول حكيم كان عنده حق ولا حكيم ما كانش عنده حق. دي اخر كاس عالم ليك، انت عندك 30 سنه، انت مش عيل صغير، دي اخر كاس عالم ليك، اخر كاس عالم ليك. حكيم تقريبا عنده 27 سنه تقريبا، بس 27 28 انت بتتكلم برضو على كاس عالم، انت مفترض ان انت في عزك 27 او 26 او حتى 30 سنه مش هتلحق انت الاربع سنين الجايين. هنتكلم على ان انت بتعاني وعندك مشاكل وانت اساسا دلوقتي في عزك ومفترض ان انت في اوج عطائك، ما بالك بقى بعد اربع سنين. فاحنا نفوق مع بعض عم حكيم، نحاول نلم، مش نحاول ان احنا نفرق ونحاول ان احنا نثبت الناس انه هيدخل زوتش وما يفهمش وانه هيدخل زوتش بلا بلا بلا. انت كنت عايز تورط الراجل يعني؟ كنت عايز تخلي الراجل يستقيل؟ او كنت عايز الجامعه المغربيه تخلي هيدخل زوتش يستقيل؟ طالما انت عارف ان فيها فساد، كنت متخيل ان هم يمشوا عشانك؟ مش فاهم بصراحه يعني، انا مش فاهم القرار ده خده بناء على ايه؟ نفسي افهم حكيم زياش كان بيفكر في ايه وهو بياخد قرار اعتزاله، نفسي افهمها. انا مش لاقي لها مبرر منطقي. في البدايه قلت ان هو رد فعل، بس بعد كده لما تقعد تفكر عايز تخش في حرب مع حد وتخلي الراجل يكسب الحرب قبل ما يخش معاك اساسا. يعني راجل كان بينكشك في كل مؤتمر صحفي وبيطلع يتكلم عنك، بس انت مفروض ان انت واحد من كباتن الفرقه اللي هو بتعدي في حاجات، بتعدي في الكوره كتير، انت بقى ما عدتش وطلعت قلت للناس انا مش جاي تاني وانا مش عايز اجي. هل انت اكبر من المنتخب المغربي علشان الناس كلها تتمنى سقوط المنتخب المغربي قدام الكونغو علشان تقول ان حكيم زياش كان لازم يتم استدعائه؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش خالص ان انت اكبر من المنتخب المغربي، ما اعتقدش ان المغاربه هيتمنوا سقوط المنتخب علشان خاطر انت ترجع تاني، ما اعتقدش ان الناس كلها تتمنى ان وحيد خالوزيتش يمشي بعد ماتشين كاس العالم علشان انت ترجع تاني. وفي ناس كانت بتقول ان حكيم زياش بيعمل كده بالاتفاق مع الاتحاديه بحيث لما المنتخب المغربي يكسب ماتشين الكونغو هيمشي عشان وحيد خالوزيتش. طب ازاي؟ طيب مدرب موصلك كاس عالم تقدر تعرفه مشي ازاي؟ ما بالعقل برضه. كل السيناريوهات بتقول ان حكيم زياش اتخذ قرار غبي، وقرار غبي متسرع جدا جدا جدا، قرار كان كل همه ان هو يضغط على وحيد خالوزيتش، ومع استمرار وحيد خالوزيتش ما اعتقدش ان حكيم هيشمها تاني في المنتخب المغربي. ولا اتمنى بصراحه ان وحيد خالوزيتش يرحل علشان خاطر يرجع ويرجع لعيبه المنتخب، لان احنا زي ما اتكلمنا الاساسيات بتقول انك ما ينفعش تقف مع لعيب ضد مدير فني. مفيش مدير فني هيقرر ان هو يبعد حكيم او يبعد مزراوي لمجرد بس ان هو عايز يثبت ان هو قوي. ما اتوقعش بصراحه، او ما اعتقدش. المنتخب المغربي كواليسه مليانه فضايح كتير، كواليسه مليانه مشاكل كتير جدا، بس ما اعتقدش انه هيدخل زيتش بالغباء ان هو يضحي بحكيم زياش علشان يثبت للناس ان هو قوي. انك تستبعد لعيب مهم ولعيب بيلعب في تشيلسي الانجليزي واحد من ابرز عناصر المنتخب المغربي، بس لما تقرر تستبعده معناه انك تتخلى عن قيمه فنيه كبيره، ومعنى انك تتخلى عن قيمه فنيه كبيره من غير اي خطه معناها ان انت بتسلم رقبتك للاعلام وللنقاد علشان يتم الاطاحه بيك كمدير فني للمنتخب المغربي. وانا لا اتوقع انه هيدخل زوتشي بهذا الغباء. للاسف اللي كان بالغباء كان هو حكيم زياش، للاسف اللي تصرع هو حكيم زياش، للاسف اللي مفيش ولا واحد في بيت حكيم زياش قال له استنى ستوب ما تطلعش تتكلم دلوقتي. كنت بتمنى انها تحصل بس مع الاسف ما حصلتش. نتمنى ان كل مشاكل المنتخب المغربي تخلص في يوم وليله، نتمنى ان كل حاجه تعدي بامان وسلام، ولانها باينه ان هي لا هتعدي ولا بامان وسلام. بس ده كان رايي وده كان الاستفاضه بتاعتنا واحنا بنتكلم على قصه اعتزال حكيم زياش وقرار حكيم زياش ووحيد خالوزيتش والقرارات اللي تم بناء عليها ان وحيد خالوزيتش تم طلب منه ان هو ما يتكلمش على حكيم زياش تاني لان الموضوع اتقفل تماما. فنتمنى لكل المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله يقدر يكسب الكونغو في الماتشين بتوع كاس العالم، ونتمنى لحكيم زياش التوفيق مع تشيلسي، ونتمنى المشاكل تنتهي علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نكون مستمرين في الكلام على مشاكل بس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو